اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تراجعت بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم الاثنين ثاني الجلسات بعد عطله عيد الفطر المبارك، حيث هبط مؤشر السوق الرئيس اي جي اكس 30 بنسبه 15% مسجلا نحو 7586.8 من النقطة. خفض مؤشر اي جي اكس 70 الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 37% ليصل الى 359.64 من النقطة. نزل ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 51%، وذلك من قيمته ليصل الى 765.77 من النقطة. كما تراجع مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 45% ليسجل نحو 7726.89 من النقطه. ونتحول الى قائمه القطاعات النشطه في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات هو الانشط تصدر القائمه بنسبه 25.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبه 20.83%، ثم قطاع البنوك بنسبه 15.61%، بينما حل قطاع الخدمات الماليه رابعا بنسبه 14.74%. وبالنسبه لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 70.17% من اجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء ايضا واستحوذوا على نسبه 21.66%، بينما اتجه العرب نحو البيع وحصلوا على نسبه 8.17% من التعاملات. ياتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الافراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 46.69% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو البيع حصلت على نسبة 53.30% من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد صدرها سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 99.99%، تلاه سهم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 86%، ثم سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنحو 4.16%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 6.10%. أما عن الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم سماد مصر إيجفيرت بنسبة 7.14%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 6.55%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 6.53%. حل رابعا سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 5.45%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق نحو 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 402 مليار جنيه بعد تداولات للأسهم بلغت قيمتها حوالي 834.6 مليون جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل حول أداء البورصة اليوم سعدنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو أستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمد وأستاذ المشاهدين بخير. أستاذ حضرتك وأستاذ السادة المشاهدين، متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلا لهذا الأداء، فابقوا معنا. ضغوط بيعية لجني الأرباح من المستثمرين العرب أفرادا ومؤسسات دفعت بمؤشرات البورصة المصرية الثلاث للتراجع بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين ثاني الجلسات بعد عطلة عيد الفطر المبارك. عمليات البيع المكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية قابلها عمليات شراء من الأفراد المصريين والأجانب، لكن عمليات جني للأرباح كانت الأقوى بعد 4 جلسات من الارتفاع القوي والمتواصل واقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 7600 نقطة. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسر نحو 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 400 مليار و200 مليون جنيه بعد تداولات بنحو 947 مليون جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 انخفض بنسبة 15% بعد يوم واحد من تسجيله لأكبر مكسب يومي خلال 2016.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيكس 70 بنسبة 37%. وشملت الانخفاضات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر قرابة 51% من قيمته. التداولات شملت 171 شركة مقيدة بالسوق، ارتفع 28 سهما منها وتراجع 104 أسهم واستقر سعر 39 سهما آخر. محللون ماليون توقعوا أن يسير المؤشر الرئيس في اتجاه هابط قصير الأجل بعد الارتفاع القوي ومستويات المقاومة العالية التي سجلها. وأوضح المحللون أن أسعار الأسهم وصلت أيضا إلى مستهدفاتها عند مستويات المقاومة الرئيسية، ما أدى إلى ظهور متوقع لقوى بيعية أدت لانخفاض المؤشرات وأسعار الأسهم، معلنة انتهاء موجة التصحيح. مرحبا بحضراتكم مجددا، وبعد ان تعرفنا على تقرير اداء البورصه نبدا تحليلنا لهذا الاداء مع ضيفنا في الاستوديو استاذ محمد سعيد. يعني استاذ محمد، اليوم بعد 4 جلسات تقريبا من الصعود بدا عمليه التراجع، تقييم حضرتك لهذا الاداء اليوم الايه؟ هما 6 جلسات بالعدد، يعني 5 منهم قبل العيد، 2 في الاسبوع الاخير و3 في الاسبوع اللي قبله اللي هو كان حصل فيه الانخفاضات بتاعه استفتاء بريطانيا، ثم بعد ذلك جلسه اهوت بعد العيد وشفنا ارتفاعات قويه جدا في جلسه امبارح وسيوله قويه وتداولات نشطه في السوق مع تحول اندفاعي من المؤسسات الى جانب الشراء. فيعني بعد 6 جلسات من الصعود المتواصل وبعد هذا الشراء مكثف من جانب المؤسسات، يعني طبيعي ان يحصل نوع من جني الارباح. حتى جلسه النهارده نفسها كمان كان حصل فيها ارتفاع جماعي في بدايه التداولات قبل ما تتحول البورصه لان هي تفقد كافه مكاسبها اللي هي الصباحيه، واعتقد ان هو نوع من جني الارباح الطبيعي، تحول من المؤسسات لجانب البيع بعد هذا الشراء. امبارح كان صافي شراء المؤسسات اكثر من 150 مليون جنيه، فكان شراء مكثف جدا. برضو من العوامل الإيجابية اللي ساعدت البورصة على ان هي تحظى بهذا الارتفاع القوي التوقعات اللي تزايدت بان البنك المركزي قد تشهد سياسته النقدية بعض المرونة تجاه سعر الصرف، يعني بمعنى اصح يحصل خفض مزيد من الخفض للجنيه المصري. طبعا حضرتك متابع سوق الصرف وشايف الفرق الكبير ما بين السعر الرسمي للدولار وال السعر في السوق الموازية اللي بيزيد تقريبا عن 2 جنيه وشوية، وزاد كمان بعد العيد كمان تاني بعد التصريحات اللي أدلى بيها محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر. فالتصريحات دي عملت نوع من التفاؤل لدى مستثمري البورصة ان يحصل خفض للجنيه. طبعا خفض الجنيه ده البنك المركزي لازم بيفكر فيه مرات عديدة قبل ما ياخد القرار ده. احنا عارفين طبعا ان هذا الفريق الكبير بيضع عبء على البنك المركزي في انه يغطي الفجوة الكبيرة ما بين السعرين، لكن الخفض وعلى الرغم من ان هو اقتصاديا المفروض ان هو قرار سليم، لكنه بينعكس بالتالي على معدلات التضخم اللي بيعاني منها في الاخر المواطن في مستوى معيشته العادي. مش يمكن يا استاذ محمد يعني يكون في هناك اجراءات مصاحبة يعني تقدر تحدث شيء من التوازن ان صح التعبير ما بين عملية الخفض في قيمة الجنيه وما بين معدل التضخم او ما الى ذلك؟ اولا احنا لازم نراجع معدلات التضخم اللي تم اعلانها من الجهاز المركزي في مؤخرا، طبعا مستويات قياسيه من التضخم. وزي ما حضرتك قلت طبعا البنك المركزي ما بيهملش التضخم في قراراته، بل بالعكس هو على حساب مناخ الاستثمار في مصر رفع الفايده مرتين خلال هذا العام، رفع كبير حسب ما قال هو لمواجهه معدلات التضخم المتزايده. وفي الحقيقه ان رفع الفايده انا يعني من وجهه نظري انه لن يؤثر كثيرا على معدلات التضخم، يعني نظريا هو طبيعي ان مع رفع الفايده بيساعد على السيطره على معدلات التضخم، لكن معدلات التضخم في الحقيقه هي مرتفعه مش بسبب الاقبال الشرائي على السلع او بسبب وفره السيوله لدى المستهلك العادي، وانما هي مرتفعه بسبب
زياده التكلفه الانتاجيه بتاعت السلع اساسا. طيب لو انا فرضت مثلا ان الاحتمالين هو كل ده، احنا لسه في اطار التوقع، مساله انخفاض الجنيه هل هي مؤكده ام غير مؤكده؟ الله اعلم بهذا الامر، لكن عايزين ناخد الاحتمالين، انعكاسات الانخفاض، مزيد من الانخفاض لقيمه الجنيه على اداء البورصه. هو طبعا العطاء بتاع البنك المركزي الاسبوعي بكره، فيعني انا حتى مش متوقع ان هذا الخفض لو حصل. هو الخفض هيحصل لان فجوه كبيره وهتحصل، لكن هتحصل امتى هو ده القرار بتاع البنك المركزي. وطبعا انا مش مع محافظ البنك المركزي في ان لو فيه نيه للخفض ان ده يتقال في وسائل الاعلام قبل اصدار القرار، لان ده بيدي فرصه للمضاربين انهم يضربوا على هذا الفارق بيشتري الدولار بالسعر الرسمي، وان كان طبعا ما فيش فرصه لشراء الدولار بالسعر الرسمي ثم ينتظر قرار الرفع. بغض النظر عن التوقعات اللي احنا بنتوقعها انا وحضرتك، لكن السوق توقع ده وعلى اثر ذلك ارتفع السوق مع اقتراب طبعا القرار الرسمي. يعني في العطاء بكره هنشوف بكره البنك المركزي هيطرح الدولارات بكام، سعر كام، السوق بدا يعني ايه ياخد حذره بالتراجع اليوم وعمليه جني الارباح اللي حصلت. هرجع لنقطه الحذر دي. دلوقتي احنا المؤشر الرئيسي ايجكس هو بيتحرك بيروح مكان، نقدر نقول بقى حتى من قبل اجازه العيد بيتكلم في لحد سقفه كان 7500، مع ان كان في توقعات ان احتمال يتجاوز 7500 نقطه بمسافه، وربما كانت توقعات لاكثر من ذلك. يعني هو لسه ما بيروحش مكانه على المدى القصير، يعني يمكن على المدى المتوسط اتفق مع حضرتك ان هو بيروح مكانه، لكن هو على المدى القصير هو طالع من مستويات تقريبا 6800. يعني في يوم اعلان نتيجه الاستفتاء البريطاني البورصه المصريه نزلت تقريبا حوالي 6800 نقطه، فهو مرتفع. دي كانت حاجه استثنائيه، يعني كانت مفاجاه واستثنائيه، لكن بالحسبه الفتره مثلا من نقول من شهر او اكتر، يعني هل حضرتك راضي عن ادائه وتقييمك ليه؟ عشان كده متفق مع حضرتك على المدى المتوسط هو تقريبا في نفس المستويات، لكن على المدى القصير انا بقول لحضرتك ان هو طلع 800 نقطه، فطلع اكتر من 10%. وطبعا برضو يهمني ان انا يعني اشير لان هذا الصعود على المؤشر الرئيسي في حين ان المؤشر الصغير ما طلعش بنفس القدر. يعني امبارح كان المؤشر الرئيسي طلع اكتر من 4% في حين ان مؤشر اي جي اكس 70 يعني كان طالع اقل من 1% فيما عدا يعني تداولات اللحظه الاخيره هي اللي قربته من 2%. فالارتفاعات على المؤشر الرئيسي اكثر وضوحا، وطبعا ده كان مبرر، يعني المؤسسات امبارح هي اللي كانت شاريه بشكل كبير. فالمؤشر على المدى المتوسط ممكن يكون بيتحرك في اتجاه عرضي، لكن المدى الاطول هو اتجاه اكثر سلبيه ويميل للهبوط، لان زي ما حضرتك عارف احنا نازلين من مستويات كنا بنقرب في مستويات ال 8000 نقطة. 6800 دي كان رقم يعني كان رقم بعيد يعني عن المستوى ده. ففي فرق ما بين المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل. القصير انا شايفه ايجابي، المتوسط عرضي، الطويل سلبي. الطويل سلبي والقصير. طيب لو ربطت ما بين السوق بكره ان شاء الله البنك المركزي اجتماعه واحتمال انخفاض الجنيه وحركه المؤشر زي ما انت شايف، على هل ده ممكن يدفع صغار المستثمرين لشراء الاسهم في حاله انخفاض قيمه الجنيه؟ ده يعمل لهم حاله من تعويض الفرق في السعر؟ يعني انا هتكلم طبعا من ناحيه من وجهه نظر البورصه مش من وجهه نظر بالظبط. من وجهه نظر البورصه طبعا اي خفض في سعر اي عمله يعني بالتالي ان جميع السلع المقيمه بهذه العمله جميع السلع دي ترتفع، وده بيبان طبعا في التضخم في الجبنه في اللحمه في الشقق في الاسهم. واول حاجه بتبان فيها هي الاسهم لان هي الاكثر سهوله في البيع وفي الشراء وفي التسييل. يعني لو حضرتك معاك فلوس عايز تحتفظ بيها تحطها في اسهم احسن ما تحطها في شقه. الشقه بتاخد وقت كتير جدا على ما بتشتريها وبتاخد وقت كتير جدا على ما تبيعها، في حين ان الاسهم يعني متداوله بالتليفون تقدر تشتري اسهم، فبالتالي اكبر سلعه بتتاثر او اقرب سلعه بتتاثر بتحركات سعر العمله هي الاسهم او الاصول الورقيه بشكل عام، يعني كما تسمى الاصول الورقيه. فطبعا خفض قيمه الجنيه يعني بالتالي ارتفاع في البورصه، لكن زي ما قلت حضرتك